بمناسبة انجلترا هنفضل فيها، لكن المرة دي من أرسنال هنروح لليفربول، وتحديدا مع موقع ليفربول ايكو اللي اتكلم في تصريحات مهمة جدا لجاري لينيكر. حضراتكم عارفين انه ماتش ليفربول مع ويست هام الاخراني كان فيه حالة جدل شديد جدا، وكانت فيه اتهامات موجهة لصلاح بالسقوط المتعمد او محاولة التمثيل انه يستحق ركلة جزاء، ركلة الجزاء اللي اتحسبت لصلاح في المباراة. والحقيقة يمكن جاري لينيكر قال، وطبعا جاري لينيكر واحد من اشهر هدافي ومهاجمي كرة القدم الإنجليزية، ومش مبالغ لو قلت واحد من أشهر هدافين في تاريخ كرة القدم، لكن جاري لينيكر اتكلم على أو رد على انتقادات صلاح بوجهة نظر يمكن يفهمها لعيبة الكرة أو يفهمها بالذات كمان المهاجمين اللي بيلعبوا دايما جوه الصندوق وبيتعرضوا لاحتكاكات وعنف جوه الصندوق. أوقات كتير جدا لعيب الكرة على فكرة بيتعرض لمخالفات جوه منطقة الجزاء لأسباب كتيرة جدا، مش بالضرورة أنه رد الفعل بتاعها يبين حالة العنف اللي حصلت، يعني ممكن لعيب يتشد من التيشيرت بتاعته أو يتشد من الشورت بتاعه بس مش بالضرورة أنه يقع. وفي الحاجات دي أو في الأوقات دي أغلب الحكام بيعدوها وما بياخدوش بالهم من المخالفة عشان ما كانش في رد فعل من اللاعب. جاري لينيكر اتكلم في النقطة دي تحديدا وقال لو عايزين تعاقبوا لعيب أنه تمادى في إظهار رد الفعل عشان يلفت نظر الحكم لخطأ تم بالفعل، حاولوا اولا تقللوا من اخطاء التحكيم في الجزئيه دي. انا هنا مش بتكلم على لاعب بيدعي الاصابه او لاعب بيمثل السقوط، ده بيحصل وفي عقوبه في قوانين كره القدم بتحتم انه حكم يدي انذار لعمليه التمثيل دي، لكن لما يتعرض للمهاجم لخطا بالفعل خطا مقصود ويبرز هو الخطا ده بشكل من الاشكال قد يظهر في صوره مفتعله، ما اعتقدش انه احنا علينا ان احنا نلوم المهاجم في الحاله دي. دي كانت تصريحات جاري لينيكر، واحد من اهم نجوم انجلترا وواحد من افضل مهاجمي العالم في واقعه محمد صلاح. وانت شايفها ضربه جزاء ولا لا؟ يعني انا شايفها ممكن او ممكن لا طبقا لتقدير الحكم، هي ضربه جزاء لكن في النهايه نمشيها ضربه جزاء.